هذه هي شبكة من الطرق السريعة، طرق سريعة بين كواكب المجموعة الشمسية. سبحان الله، يعني سنرى كيف يصور العلماء مثل هذه. طبعا هذه هي كما نرى هنا أمامنا أحبتي في الله، الحقيقة دعوني فقط، واضحة هنا على الشاشة عندي. هنا أيها الأحبة، أنا أود أن أتوقف قليلا أمام هذا المشهد. يعني أنا هنا فقط سأحاول ترجمة بعض هذه الكلمات لنرى أن العلماء أحبتي في الله كلما اكتشفوا شيئا، سبحان الله، نجد أثرا له في القرآن، نجد إشارة له في القرآن. طبعا هنا الدراسة تقول أنه منذ السبعينيات من القرن الماضي اكتشف علماء الرياضيات والفلك وجود تيارات جاذبية في الفضاء. تيارات يعني أمواج جاذبية تم تأكيدها مؤخرا. طبعا هذه أنفاق غير مرئية، يعني تسمى أنفاق أو أعمدة غير مرئية من الجاذبية، كأنها تيارات بحرية لمحيطاتنا، كانت قادرة على نقل الأجرام السماوية الصغيرة من نقطة إلى نقطة بشكل أسرع. طبعا يعني تيارات الجاذبية اسم جديد، وأيضا هناك مصطلح جديد يسمى الطرق السريعة في الفضاء أو الطرق السريعة بين الكواكب. الحقيقة أنا أحبتي في الله أود أن أتذكر معكم آية عظيمة الله تبارك وتعالى يقول فيها: والسماء ذات الحبك. الحبك، أحد معاني الحبك السبعة، لها سبعة معاني كما في الطبري، الطرائق، أي والسماء ذات الطرائق. نرى هنا أمامنا في الصورة أيها الأحبة، هذه طبعا كواكب المجموعة الشمسية، هذه الصورة طبعا تشبيهية أو تمثيلية ليست حقيقية. يعني هذه كما نرى أمامنا هنا تسمى هاي ويز أو طرق سريعة، طرق سريعة يكون فيها قيمة تيار الجاذبية أعلى من بقية المناطق، فالأجسام تجرب أو تنجذب بشكل أسرع، لذلك تسمى طرق سريعة. سبحان الله، يعني أنا على فكرة أول مرة أرى هذا الاكتشاف، ولكن أحب أن يعني لا أدري متى نشر هذا، في ديسمبر 2020، إذن هذا في أواخر عام 2020 أيها الأحبة، هذا الاكتشاف منشور في أواخر عام 2020. طبعا منشور في مجلة Advanced Sciences، يعني العلوم المتقدمة أو شيء من هذا النوع. هذه الدراسة طورت آفاق معرفتنا بأنابيب أو طرق الجاذبية السريعة. حقيقة يعني يقولون هناك حزام من الكويكبات موجود بين المريخ والمشتري، معروف يعني هذا الحزام من الكويكبات يمتد إلى أورانوس وما بعده، حجارة كثيرة تسبح في الكون أيها الأحبة ولا تصطدم بالأرض. هذه الأشياء، الكويكبات والمذنبات، هناك يعني في بعد المريخ والمشتري تتحرك بسرعة أكبر، تتحرك بسرعة أكبر، وأن هذه الممرات أو الطرق السريعة، الطرق الجاذبية السريعة
يمكن أن تغطي 100 وحدة فلكية. الوحدة الفلكية طبعا تساوي المسافة بين الشمس والأرض، 150 مليون كيلومتر. هذه وحدة فلكية، تسمى وحدة فلكية. الحقيقة يعني يقول العلماء إنه عمل رائع للغاية، أنك تكتشف طرق كونية أو طرق للجاذبية السريعة، أو تكتشف طرائق في الكون، طرائق. طيب أحبتي في الله، الإمام الطبري يقول في تفسيره، هذا منذ القرن الثالث الهجري على فكرة، منذ القرن الثالث الهجري يعني قبل 1000 سنة تقريبا أو أكثر من 1000 سنة، ماذا يقول؟ يقول: والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق. هذا موجود في تفسير الطبري. يعني إذا أحببتم أن نستعرض هذا التفسير، أنا جاهز، سأخذكم هنا إلى تفسير الطبري، أو عفوا سنذهب هنا إلى تفسير الطبري لنتأكد فقط، يعني أنا ليطمئن قلبي. طبعا لدينا هنا ضمن الباحث القرآني، سأبحث عن تفسير الطبري، دعوني فقط أشارك سطح الشاشة معكم. أنا أحب دائما، سبحان الله، أحب التوثيق العلمي والتوثيق الرقمي، وأحب هذا الأمر لأننا أيها الأحبة، الله أمرنا بذلك. الله يعني أحد أقوى مناهج القرآن وأقوى الأدلة التي والحجج التي يسوقها القرآن: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. مشكلة الملحدين لا يتحدثون ببراهين علمية. هل رأيتم ملحد يستخدم مثل هذا التوثيق العلمي الذي نستخدمه؟ لا يستطيع أصلا، سينهار، لأن العلم، كل الحقائق العلمية والله أيها الأحبة المثبتة واليقينية، تأتي دائما ضد الإلحاد وضد أفكار الملحدين. فلذلك تجد الملحد يخرج ويتكلم هكذا، ويمكن أن يقول لك العلماء اكتشفوا كذا وكذا، فعلوا وكذا، ولكن كله ليس لديه دليل، لا يستطيع أن يأتي بالمواقع العلمية ويريك بالصوت والصورة الحقيقة. هو يخدع، يحاول أن يلف ويدور ليوهمك بمعلومة. يعني طبعا ليس كل الملحدين النشيطين منهم، هناك ملحدين مساكين لا يعرفون الحقيقة. لذلك يعني نحن مهمتنا أن نظهر الحقيقة. هنا أيها الأحبة، هذا الباحث القرآني سوف أبحث عن كلمة الحبك والسماء ذات الحبك، سأذهب إلى أقدم تفسير تقريبا ابن جرير الطبري المتوفي عام 310 هجري. وهنا أيها الأحبة سأكبر قليلا، انظروا أيها الأحبة، أحد معاني الحبك ماذا؟ هنا يقول تعالى ذكره: والسماء ذات الخلق الحسن وعنى بقوله ذات الحبك، أي ذات الطرائق. دققوا رجاء أحبتي في الله، ذات الحبك أي ذات الطرائق واضحة. سأحاول تكبير الصورة. إذن والسماء ذات الحبك ذات الطرائق كما نرى أمامنا. وهنا واضح أحبتي في الله، هنا واضح على الشاشة، هذا تفسير الإمام الطبري رحمه الله، يقول ذات الحبك ذات الطرائق. يعني هذا معنى من 7 معاني يعددها الطبري، 7 معاني للكلمة يأتي بها الطبري. إحدى هذه المعاني أو أحد هذه المعاني ذات الطرائق. طيب أنا عندما أحبتي في الله أذهب إلى مثل هذا الموقع المكتشف حديثا حقيقة،
وأرى أمامي أن العلماء يكتشفون هذه الطرائق. دعوني أظهرها هنا على الشاشة أيها الأحبة. هذه هي الطرائق، سأعود لإظهارها. عندما الطبري قبل 1100 سنة فهم أن السماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق، ولكن يقول لا نراها لبعدها. طيب، العلماء يرسمون اليوم في القرن أواخر القرن العشرين يرسمون هذه الطرائق. انظروا كيف، طرائق من الجاذبية المخفية التي لا ترى. طيب، الله تعالى يقول عن السماء: رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني مرفوعة هذه السماء بكواكبها بنجومها بمجراتها على أعمدة وطرق غير مرئية بغير عمد ترونها، يعني لا يوجد، يعني هناك عمد ولكن لا ترونها، أعمدة من الجاذبية غير مرئية. طيب، من يستطيع أن يصور لك هذا الأمر؟ من يستطيع أن يقول لك؟ يعني أنا سأقرأ لكم الآية حقيقة. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وفي آية ثانية: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم. طيب، سبحان الله، يعني من كان يعلم زمن النبي بوجود طرائق في الكون ليقول والسماء ذات الحبك، وأحد معاني الحبك الطرائق. من كان يعلم بوجود أعمدة من الجاذبية يرسمه العلماء كما نرى، ويسمونها طرق سريعة، طرق للجاذبية السريعة تجري عبرها الكويكبات مثلا بسرعة أكبر، بسهولة أكبر. طيب، من كان يعلم بوجود هذه الأعمدة غير المرئية من الجاذبية والسريعة ليقول رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها؟ من يستطيع أن يقول ذلك إلا إذا كان إلها لهذا الكون هو الذي يرى؟ يعني هل أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعبير بغير عمد ترونها من هكذا من الفراغ؟ لا. طب أين هذا العمد؟ عمد لا نراه، هذا هو. طب كيف جاء بكلمة الحبك التي فيها 7 معاني، أحد معانيها الطرائق أو الطرق؟ والعلماء يقولون هناك طرق، طبعا هناك أيضا معنى آخر، هناك طرق كونية بين المجرات أيضا. هذا اكتشف مؤخرا بين المجرات وتحدثنا عنه. الآن هنا طرق بين على مستوى الكواكب ومن الجاذبية، سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، دعوني، طبعا أنا لدي هنا شخص، يعني الأخ عمار يقول هذه الصور كلها ليس لها أي صحة، الكون والكواكب يحتاج إلى 1000 تلسكوب لا يستطيع أن يصل إلى صور دقيقة، كلها توقعات تخيلات، حضرتك تفسر في القرآن، كيف تبني نظريتك على ما قالوا وقالوا وصوم؟ شوف أخي الحبيب، يعني واضح أنك لم تدرس قوانين الفيزياء الفلكية. هناك قوانين مثل 1+1=2، هذه الصور أنا قلت هنا هي رسم، مرسومة رسم، يعني نحن، يعني القرآن يقول بغير عمد ترونها، يعني لا نراها، أعمدة غير مرئية. فعندما يرسم العلماء هذه اللوحة هي رسم تخيل افتراضي، ولكن في الواقع موجودة، ولكن لا نراها في الواقع موجودة أحبتي في الله. مثل الذرة، نحن نرسم الذرة على شكل إلكترون كروي يدور، والإلكترون ليس له شكل،
وهو يشكل غمامة إلكترونية، غيمة إلكترونية. وهناك يعني نظرية الكوانتوم، نظرية مختلفة تماما عما نراه في الواقع، ولكن يرسمون صورة غير صحيحة فقط لنتخيل. نعلم أن هذه الصور غير صحيحة طبعا، ولكن القوانين موجودة والأعمدة موجودة، ونحن لا نبني نظريات. يعني قالوا وقالوا هناك دراسات علمية أحبتي فلان، ينبغي أن نكون منصفين. يعني أنا عندما تأتي المعلومة من إنسان مسلم ولكن معلومة خاطئة أرفضها، عندما تأتي معلومة صحيحة من ملحد أنا أقبلها بشرط أن تكون صحيحة. يعني مثلا عندما يقول الشيطان إني أخاف الله رب العالمين، أنا أقبل الفعل هو يخاف الله، ولكنه يكذب طبعا. هو في هذه العبارة مع أنه يكذب لأنه شيطان. إبليس قال فبعزتك، هذا اعتراف بوجود الله. أنا لا أستطيع أن أرفض هذا الكلام، ولكن عندما يأتيني شخص يدعي الإسلام أو الإيمان ويعطيني معلومة خاطئة ينكر عذاب القبر، وأنا موقن لدي 1000 دليل على عذاب القبر من القرآن، أنا لا أقبل منه هذا الكلام. إذن أحبتي في الله ينبغي أن نكون منصفين، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذن اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن عندما أنا حقيقة أنا درست في قوانين الفلك، ودرست يعني قبل، يعني كان أحد اهتماماتي أحبتي في الله الرياضيات والفيزياء الفلكية وهذه القوانين يعني التي تحكم حركة الكون، علم الأيروديناميك والهيدروليك وكذا، هذه العلوم كلها يعني أنا هكذا كانت اهتماماتي، فكنت أتعمق بهذه العلوم، وأنا وصلت إلى درجة اليقين، أنا مستيقن أن ما يقوله العلماء نسبة كبيرة منه صحيح. ولكن هناك أشياء مثلا مثل عمر الكون، يقولون الكون عمره مثلا 13.7 أو 8 مليار سنة، هذا رقم أنا أعتبره افتراضي لأنه بني على مجموعة من الفرضيات، قد يكون صحيح أو غير صحيح، ولكن المعلومة الأكيدة أن الكون له عمر، قد يكون 10 مليار، قد يكون 20 مليار، قد يكون 1 مليار، يعني الله أعلم، إنما الكون له عمر ويقدر بالمليارات، يقدر يعني دراسات الصخور طبعا موضوع طويل لا نريد أن ندخل في متاهات. يعني أنا أريد فقط أحبتي في الله، طبعا جزا الله خيرا هذا الأخ الفاضل، يعني لأن ما يدور في رأسه قد يدور في رأس الكثيرين.